مات وقرن غزال؟ يا نهار ابيض، تضربي جوز شحطه وتعوريهم؟ انت ليكي ملف ولا ايه يا بت؟ مش هما اللي عكسونا يا بيه، عاوز اسكت لهم يعني؟ وكمان بتتلمضي؟ لا ده انت باين عليكي بانتكار بقى. يا استاذ، يا استاذ من فضلك، الموضوع كله يتلخص في ان لازم كان استاذ ويتلخص ايه؟ فاكر نفسك في المدرسه يا منحنح؟ يا خالد باشا انا مش غلطانه، دول عيال لبش، نزلوا عليا وعلى الدكتور. بت اقفلي بقك. وانت بقى دكتور بجد يعني؟ حقن وشاش وقطن ولا ايه بالظبط؟ لا انا معايا دكتوراه من جامعه لندن في الاقتصاد السياسي. يا نهار اسود. نعم. بطاقتك ده الباسبور ينفع؟ وريني. ايه ده؟ يلا يلا خدوا العيال دول والبت دي بره بسرعه. يلا. الحمد لله على السلامه يا ابن الحاج مصطفى. فتحي. عيون فتحي، ايه رايك لو تتجوزني؟ ان شاء الله عرفي. تاني يا رشا، احنا مش قفلنا الباب ده من زمان. انا مش مرتاحه لعلاقتنا بالشكل ده، انا متعذب صدقني فتحي، انا ما بقدرش ابص لوشي في المرايه. رشا انت عارفه ظروفي كويس، اميره لو عرفت اللي بينا تعب السنين اللي فاتت دي كلها هيروح. حاضر. عارف يا فتحي، عارف، واوعدك اني اوعدك. انا يا بيبي اول لما اوصل انا عاوزه، وده قريب جدا، وحياتك عندي لعمل لك فرح عمر ما اسكندريه شافت زيه. عادي يا فتحي، عهد وعقد ووعد، انا اقدر استغنى عنك ابدا يروح قلب فتحي. بس ما تنسيش وانت في لندن بتخلصي موضوع التقارير الطبيه دي، تشدي حالك شويه مع الجماعه، عاوزين نخلص بقى، ولا انت مش عاوزانا نتجوز بسرعه؟ ده كل اللي حصل يا ابو الخلد، توحه تبقى غلطانه في حاجه بقى. تشيل مط وقرن غزال يا علي، العيال دول لو صمموا يمشوا المحضر هتبقى مشكله ليك وليها. المشكله الكبيره لو توحه اتاخرت على ابوها اكتر من كده، صدقني. اه هادي اللي بيجينا من الثانويه العامه وصحبتها. اشرب قهوتك. اشرب. يلا. تمام يا فندم. دخل البيت والعيال اللي بره. حاضر. خش يا فندم. وهو خش. اتحركي يا بيضه. اي ايدي. ايه ايه باشا، تحت امرك. من الاخر كده الكل ياخد بعضه ويروح. هعد لحد تلاتة، اللي هشوفه قدامي هلبسه ست سبع اواضي من اللي مركونين في الدرج. ها؟ ايوه باشا، بس دي علمتني في وشي. بقول لك هنعد لغايه تلاتة، اي ابن واحده داعيه عليه امه يفضل واقف. لا واحد. سلام. اتنين. اتنين ونص. عالم ما تجيش الا بتدق فوق نفخها. انا مش عارف اشكرك ازاي يا خالد بيه. يبقى طمني عليك يا علي، انت عارف غلاوتك وغلاوه الحاج مصطفى قد ايه. قفل الزفت المحمول ليه بس؟ يا ترى هتكون رحت في انه داهيه. قول يا عم سيد، اني كنت ما تقولش اني مش طايق روحي يا صابر السعادي. بقول اطلع على الامه، استنى تروح، الوقت اتاخر يعني والدنيا. اوه اني سايب لك القهوه ماشي يا صبري. ابعت شيتيل يا معلم سيد. مفيش يا بتع، روح لحالك. الله، واسمه ايه ده بقى؟ اسمه شطبنا يا بتع، اتكل على الله بقى. مساء الخير يابا. فوتي قدامي على البيت يا بت. اميره انت هنا من امتى؟ من نص ساعه يا علي. لا اصلي كنت بمشي رجلي حوالين المستشفى شويه. اه قلت كده برضو. هو انت جايه لوحدك ولا استاذ فتحي جوزك معاكي؟ بابا عند مدير المستشفى، وفتحي هو بيبلغك سلامه، وهيجي يزور عم الحاج. طبعا طبعا. علي انت اتجوزت في لندن؟ هو انت جيتي لوحدك ولا عمي؟ بابا كان هنا واستناك، بس انت بقى اللي اتاخرت. وعلى كل حال هو بيقولك ان التقارير الطبيه كلها رايحه بكره لندن للعرض على اكبر دكاتره هناك. ما كانش في داعي للتعب ده يا اميره، الدكاتره هنا قايمين. ولا تعب ولا حاجه، المهم انك انت تجيب شنطه هدومك وتيجي تقعد في الفيلا لحد ما نلاقي لك شقه مناسبه. ما ينفعش يا اميره. بابا هو اللي بيقولك كده يا علي، انا ماليش دعوه. اذا كان ينفع قبل كده فمش هينفع لحد، على الاقل ما بابا يطلع من المستشفى بالسلامه ان شاء الله. امال مين اللي هياخد باله منك يشوف طلباتك، اكلك شربك، ولا انت خدت على الحياه لوحدك يعني السنين الطويله دي اللي عشتها لوحدك في لندن؟ ولا انت اتجوزت هناك يا علي؟ نعم. لا 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 ما حصلش، انا ما اتجوزتش اميره. عموما تقعد في بيتنا في شقه لوحدك في بيت باباك، مستحيل اخليك تحتاج حاجه وانا جنبك. يابا احلف لك بايه بس ان المواصلات من المنشيه البكوس هي اللي عطلتني، درجيت حتى اركب تنايه ما عرفتش من الزحمه. ده انت لو جيتي ماشي كنت وصلت بدر عن كده. جرايه توحه، ده اللي مربي قرد عارف لعبه يا بنتي.
كنت فين يا توحة؟ تاني يابا تاني، ما قلتلك كنت بدور على شوية حاجات. طب فين الحاجات اللي اشتريتيها؟ ما هنا ما لقيتش اللي انا كنت عاوزاه، بس انا هنزل تاني على فكرة بعد يوم ولا يومين كده. ماشي يا توحة ماشي، براحتك يا بنتي، اني نزل القهوة نشوف اكل عيشنا، واني هنغير هدوم الخروج دي ونحصلك يوم. مساء الخير. مساء النور يا علي يا ابني، تعال اقعد. ازيك يا توحة؟ ازيك يا صبري؟ يسلم زيك يا دكتور. اهلا. وترد عادي لبني ادم انت؟ حاضر، هبقى اروح اودي بق عند مكواجي عشان ارد على الباشا. يا ساتر اوعى كده غور. راح فين يا توحة؟ ابا انا رايحه البيت يابا وجاي على طول. روح يا توحة. بالاذن يا دكتور. بالاذن يا دكتور. اني يتقال لي اوعى وهو بالاذن. ماشي يا توحة. يعني الحاله مستدعيه كل ده يا ابني؟ والله ده كلام الدكاتره يا عم السيد، واحنا مفيش حاجه بايدنا. يلا استاذن بقى. يا ابني انت ما شربتش حاجه. المره الجايه يبقى لي عندك واحد شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتاخرت ليه كده يا سعالي؟ توحه انت ليه موقفك في الضلمه كده؟ كنت عاوزه اتشكر لك يعني عشان ما جبتش سيره لابويا على اللي حصل. شكرا على ايه بس؟ طب اسيبك بقى دلوقتي احسن، لو حد شافنا واقفين كده هيفتكر حاجه لا سمح الله. داني كنت اقطع لسان التخين. داني توحه يا دكتور، توحه. طيب يا توحة، وقعتي تحت درس البتعة، إن ما وريتك يا بنت عنايات. ألو؟ مساء الخير يا علي. أميرة؟ أيوة أميرة، لسه فاكر صوتي في التليفون؟ أميرة مالك؟ حصل حاجة من ساعة ما كنا في المستشفى؟ لا أبداً، أنا بس بطمن عليك علي. أيوة يا أميرة. فاكر لما كنا صغيرين وكنت بتيجي من ورا الحاج مصطفى علشان تشوفني وتلعب معايا؟ أميرة في حاجة مضايقاكي؟ اتكلمي. ثانية واحدة بس هشوف مين على الباب ورجع لك تاني. حاضر حاضر. عم سيد خير؟ قلت الروح أكيد علي نسي ياكل، فجبت لك لقمة على السريع يا ابني. تصدق اني كنت ناسي موضوع الاكل ده خالص، ما حسيتش بجوع غير لما انت فكرتني دلوقتي. الف هنا والف شفا. تحب تصحى الساعه كام بقى؟ لا انا هظبط المنبه. ايوه هتظبطه على كام يعني عشان الفطار؟ ايه الصوت ده؟ انت معاك تليفون؟ مكالمه كانت معايا وانقطعت. قطعت من زمان يا عم السيد. فزت كده ليه؟ شفت عفريت ولا ايه يا صبري؟ لا شفت عربة يا بتعة. عايز ايه اولي انت في السعادة؟ مش حرام على بدنك نومت القهوة دي تنام هنا تاكل هنا تشرب هنا؟ ايه هم استقطعوك بكام جين اللي بيدهم لك؟ مش بقولك عربة يا بتعة، جاي تبخ سمك. لعلمك بقى انا هنتجوز توحة، وعن قريب ان شاء الله. هبطت وارتحت يا بتعة؟ توحة هي مش هتتجوز، اسم النبي حرص وصايم الدكتور علي. بتعة خدي بعضك وسلاحي بعيد عني، لوش اي حد غير بسمك ده، اتكل على الله. الله انا بقول لك على اللي شفت ايه وليه مخبول انت؟ الدكتور وتوحة واقفين بيتوشوشوا في ظلمة السوق. ها ظلمة السوق يا سفر رجالة. دمك حلال يا بتعة، تخوض في عرض توحة؟ اي ايدك الله، انت عارفني كويس اني اعمل اي حاجة في الدنيا تخطر على بالك. انما الكذب لا ماليش فيه. تصبح على بلاط القهوة زي ما انت كده هو. طيب طيب. الحمد لله على السلامة يا رشا. جيتي امتى؟ من المطار على هنا فورا. احشتني. وانت كمان اديتيله تقرير الدكتور الانجليزي؟ طبعا اخد التقارير وراح المستشفى لاخوه على طول. المهم قابلت الجماعه في لندن؟ الوقت كان ضيق جدا، السفريه كلها كانت يدوب كام ساعه بس. يعني ما قابلتهمش؟ قابلتهم يا فتحي، قابلتهم وعندي اخبار مهمه جدا. اخبار ايه؟ اتكلمي يا رشا.